عقد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان عقد اجتماعا مع دكتور مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي لبحث ومناقشة سبل التيسير على الأشخاص ذوي الهمم من طالبي كارت الخدمات المتكاملة من خلال دمج عدد من الإجراءات المشتركة بين وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي. اتفق الوزيران على دمج إجراءات التقييم الطبي والتقييم الوظيفي في لجنة واحدة لسرعة تحديد الأشخاص ذوي الهمم ضمن إجراءات الكشف لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة. كما وجه الوزيران بميكنة منظومة التظلمات الخاصة بطالبي استخراج كارت الخدمات المتكاملة تنفيذا لاستراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي والعمل على إنهاء قوائم الانتظار الخاصة بالتظلمات في مدة أقصاها 30 يوماً.